مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن انعكاسات الانعطاف التركي على القضية السورية. ليش وكيف وكيف ممكن تمشي الأمور؟ إذا اليوم رسمنا الخريطة السورية، هاي سورية، ما هيك؟ المكونات السياسية والعسكرية الموجودة اليوم، في عنا النظام بمثله تيارين، بشار تابع لروسيا وماهر تابع لإيران، هدول متعاونين إلى حد الآن، لكن في بيناتهم يعني مشادات مثل ما بيقولوا، يعني تنافس. في عنا المكونات طبعا العلوية، قسم من السنة معهم، القسم الأغلب من المسيحيين معهم، الدروز إلى حد ما مش معهم تقريبا، يعني الكرد بمعظمهم مش معهم، لكن في مشروع قسد المدعوم من أمريكا وأوروبا، وفي مشروع المعارضة اللي هي بالأساس الحر والمعارضة السوركية. المعارضة السوركية اللي مسيطر عليها المجموعات المتطرفة والإخوة. فإذا معارض نظام، وطبعا في قسم من الكرد مع المعارضة، غالبا التركية أو التانية. الدول اللي المتدخلة هي روسيا، تدعم بشار الأسد أساسا، لأنه هي فاتت باتفاق معه للسيطرة على سوريا من خلاله، وسلب سوريا طبعا، بدهم ياخذوا النفط، ياخذوا ميناء، ياخذوا قاعدة عسكرية، يعني احتلال تركي روسي. إيران دعمت النظام طبعا لأسباب كثيرة، يعني بدها تتوغل لسوريا، بدها تتوغل للمتوسط، وبدها تشكل امبراطوريتها. هذا المشروع الإيراني. الأمريكا تدعم فقط قسد. أوروبا بيدعموا الكرد بشكل عام، لكن قسد بشكل خاص. المعارضة السورية ما حدا دعمها سوى التركي، قدم لها دعم للإخوان فقط. التركي دعم الإخوان فقط، فتركيا تدعم المعارضة الإخوانية فقط، ولها عدو واحد هو قسد. لا الأسد ولا العلوية ولا المسيحي ولا الدروز، لها عدو واحد هو قسد، ودعمت المعارضة، فبدها تعمل صدام بين المعارضة وقسد. هذا المحاولة الطويلة اللي عاشت عليها تركيا فترة طويلة من الزمن، هلأ بلشت غيرت. فما لها هلأ نحكي على التغيير. المعارضة السوركية تنسق مع إيران وسوتشي. تركيا انخرطت مع إيران وروسيا بمسار سوتشي، صارت المعارضة السوركية الإخوانية، طبعا في علاقة استراتيجية قديمة بين الإخوان وإيران، نموذج مشترك، ففي علاقة بيناتهم. هذا مسار سوتشي اللي أدى لتسليم المنطقة كلها، لتقاسم المنطقة بالشكل الحالي، هو مسار سوتشي، انه تركوا للمعارضة مساحة من الارض، ورقة تركية دلت على اساس ينسقوا في الايام. هلأ اجى دور بقى انجاز المشروع الروسي، وهيك الدول العربية تدعم بشار، بس ما عندها سياسة اخرى غير دعم بشار لهزيمة المعارضة. ليش؟ لانه الدول العربية هي عدوها الاول هو شعوبة، يعني الديمقراطية، فهي الخط الاستراتيجي الأساسي. هلأ بنرجع ونحلل هذا. طيب، إذا عندنا هون نحن العدو الأول لأنظمة الدول العربية هي شعوبها. هزيمة الشعوب العربية والديمقراطية هو هدفها، هدف الدول العربية. عداءها لإيران يأتي بالدرجة الثانية، عداءها للحركات الجهادية يأتي بالدرجة الثالثة. يقول لك نحن ما بدنا الإسلاميين، وبدنا كذا، هاي درجة ثالثة.
عدائها لتركيا بمقدار دعم تركيا للإخوان والجهاديين والديمقراطيين. كل ما تركيا تدعم الديمقراطية أو تدعم الإخوان أو الجهاديين بعدوا العرب، لكن ما في عداء مع تركيا، لسه بيتقاربوا وبيتباعدوا، ما في مشكلة. الدول العربية تتقرب من روسيا بمقدار ضغط أمريكا عليها من أجل الإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان. كل ما ضغطوا عليها من شان حقوق الإنسان أو الإصلاحات بتروح شو باتجاه روسيا، إنه بتضغطوا عليه بروح باتجاه روسيا. هاي اللعبة اللي عم تلعبها الدول العربية. فإذا العدو الأول للثورة السورية هي الأنظمة العربية. ليش؟ لأنه عدو للديمقراطية، وإن ما بدهم تصير ديمقراطية. تحتل إيران أقل خطورة، بيحتلوها الجهاديين والإسلاميين أقل خطورة، بتتقسم أقل خطورة. المهم ما تنجح ثورة ديمقراطية في سوريا لكي لا تمتد إلى الدول العربية الأخرى. أمريكا شو سياسة أمريكا؟ تدعم قسد كورقة لمحاربة الجهاديين بحجة القاعدة وداعش ومدري شو هيدي، وتستخدمها كورقة أيضا لإضعاف النظام المدعوم من روسيا وإيران من خلال السيطرة على النفط والحبوب والمنطقة الخصبة في سوريا. فهي أمريكا بدها ورقة، لقت الورقة الكردية ورقة يعني يمكن الاعتماد عليها، ثابتة بإيدها. وكذلك تستخدمها لمنع التوسع التركي صاحب المشروع العثماني. بتعرفوا انه حقان واردوغان وجماعتهم اول ما وصلوا للسلطة بـ 2012 حكوا انه نحن مشروعنا يعني مشروع اسلامي عثماني، واضح كان يعني كلامهم، وانا متذكر يعني سمعتهم عم يحكوا هيك. امريكا تمنع اسقاط النظام ارضاء للنظم العربية، انه كل دول المنطقة ما بدها تسقط النظام، انا ليش لحتى سقطوا يرجعوا هني ينزعجوا مني وكذا. الدول العربية الحليفة إلها ما بدها اياها تبعد كتير وتشعر بالخطر انه امريكا عم تهددها، فهي ما بدها تمتنع، امتنعت عن اسقاط النظام. ليش؟ فاستخدمت ورقة سورية، استخدمتها كساحة استنزاف. طالما ما راح يصير في اسقاط نظام، راح تدل الفوضى بسوريا فترة طويلة، فاستخدمتها ساحة استنزاف للخصوم الجهاديين وروسيا وإيران، وكمان يعني إذا كنت تقولوا الدول العربية. إذا مشروع الحل كان مؤجل. هلا بنحكي مثلا على شغلة قسد اللي هي العدو الأول لتركيا. فتركيا تدعم المعارضة لتقاتل قسد، فقط تدعمها بمقدار ما بتقاتل قسد وتشتغل عند مرتزقة. طبعا الصدام الاساسي بين قسد وتركيا، بتعرفوا اللي صار حروب هلا صفيان بعد سوتشي، الصدام الاساسي بيناتهم، ما في غيرها جبهه حاميه مثل ما بيقولوا. روسيا تدعم قسد لابتزاز تركيا، تركيا ما بدها تفوتها على تل رفعت، ولا بدها تفوتها على منبج مع انه منطقه يعني تحت حمايه روسيه. ليش؟ لحتى تبتز تركيا، بدها من تركيا مقابل اللي هو الامفور، واللي هو يفتحوا الطرقات، واللي هو يتفاوضوا مع الاسد. فابتزاز روسيا لا تركيا دلوا داعمين قسد، وإلى الآن داعمينها وطالبين ثمن اللي هو هلأ المطلوب يتقدم في حال انعقدت القمة. أوروبا تدعم قسد لإضعاف تركيا، ببساطة بتذكروا الحرب العالمية الثانية والأولى. أهم ورقة بيستخدموها لإضعاف تركيا هي الكرد، فقسد يعني بيكيكي هي أداة أوروبية لإضعاف تركيا وإشغالها حتى كي لا تتوسع أكثر بالاتجاه الأوروبي. أمريكا تدعم قسد لإضعاف النظام والضغط على تركيا. إيران تدعم قسد لإضعاف العرب والضغط على تركيا أيضا، يعني تضعف العرب السنة، العرب السنة اللي هن عدوها الأساسي في سوريا للمشروع الفارسي الإيراني الشيعي. فقسد بيعتبروها ورقة بإيدهم يعني. الدول العربية تدعم قسد لإرضاء أمريكا والضغط على تركيا. إذا قسد مدعومة ليس لها إلا عدو واحد، هو المعارضة السوركية وتركيا. هون تركيا بتشعر بنفسها وحيدة، شو بدها تساوي؟ قررت تناور. وقت قررت تناور شو عملت؟ هون بقى اللي صار. تركيا بتدعم الأسد وتعطيه قبلة الحياة.
إذن هون الانعطافي، تركيا بدأت بدعم الأسد لإضعاف المعارضة التركية مضحية بالمعارضة السورية على أمل أن تصادم على أمل تصادم النظام وقسد، على أمل أنه أنا دعمت الأسد بيقوم الأسد بقاتل القسد، هذا الأمل. لكن اللي بيصير بقى أنه الخلاف الأمريكي التركي بتوسع، وهلأ شايفين في قرارات وفي خطوات جديدة بدها تصير، في توتر يعني، رغم أنه في وفود بدها تزور وبدها كذا، بس بعتقد توتر سيزداد بين تركيا وأمريكا. إذا تقارب تركيا وروسيا يزعج أمريكا ويدفعها للمزيد من دعم قسد وللتنسيق مع إيران، مما يزيد عداء روسيا وإيران، العداء بين روسيا وإيران. إذا أمريكا انزعجت من تركيا، فشو بدها تستخدم؟ وتركيا راحت باتجاه روسيا، شو بدها تستخدم أمريكا؟ بدها تتقارب من إيران. ليش؟ لأنه إيران هلأ منشوف مشروعها ما بدها هذا المشروع. ميل بشار للتصالح مع تركيا يزعج إيران ويوسع المسافة بين ماهر وبشار. إذا ماهر الجناح الإيراني هذا بلشوا يتصادموا على الأرض، قلنا أنه بشار يعني صار لا يأمن على نفسه من إيران، وبالتالي كان يقطن في حميميم وبيروح بيزور القصر بحراسة روسية وبيرجع، يعني لم يعد وجوده بدمشق مستقرا لأنه دمشق تحت سيطرة إيران. ميل بشار للتصالح مع تركيا يزعج إيران ويوسع المسافة بين ماهر وبشار وبين روسيا وإيران. هون وهون وهدول بصيروا يتقاربوا أكثر بين روسيا وإيران، خاصة عندما تدعم إسرائيل ذلك. ليه إسرائيل؟ هون يبقى إسرائيل تنسق مع روسيا لتضرب إيران. فوقت إسرائيل بتدعم التقارب التركي الروسي البشاري، وبشار بيعطي معلومات لإسرائيل لتنضرب إيران، هون بقى إيران وجناح ماهر حسوا حالهم معزولين، فراحوا باتجاه أمريكا. أمريكا ما عندها مشكلة بوجود إيران بسوريا، إسرائيل اللي عندها مشكلة، أمريكا عندها مشكلة بوجود روسيا. لهالسبب هالمشروع هذا معادي لأمريكا ولإيران سوا، فتحالفوا تحالف الضرورة مثل ما بيقولوا. بينما إسرائيل عدوة إيران تدعم التقارب التركي مع النظام والتقارب الروسي وبحماية روسيا، وبتتنسق مع روسيا وبتشجع الدول العربية على دعم بشار لكي على أمل أنه يصطدم مع إيران. فإذا اللاعب الأساسي لهذه الحركة، هي الحركة الانعطاف التركية، اللاعب الأساسي فيها هو إسرائيل، لكن على أن لا تظهر كعدو لأمريكا. فإذا المحرك للدول العربية زيارة بن زايد ومحرك للمشروع التركي هو نشأ بعد التقارب الإسرائيلي التركي. طبعا ما بيقولوا هيك لقسد مشان ما تزعل قسد منه، بس هذا المشروع أنا بتصوري هو يا مدعوم إسرائيليا. إسرائيل لا تمانع تقارب تركيا والأسد ولا دعم الدول العربية للأسد إذا كان ذلك يؤدي لإضعاف الدور الإيراني، وهي التي تنسق مع روسيا والآخرين على ذلك، وهذا ما يزعج أمريكا. بس إسرائيل تقول لك أنا بدي خطر علي، خطر أمني إيراني، وبالتالي أنا مضطرة ما وقف معكم بأوكرانيا ولا حارب روسيا لأن روسيا مسيطرة على سوريا. هذا المشهد الحالي، هذا المشهد الحالي اللي رح يستمر 6 أشهر تقريبا. طيب ننتقل بقى للنقطة التالية، للنتائج. النتائج هاي بدها تحليل. تقارب تركيا والنظام هو تقارب تكتيكي ينتهي مع الانتخابات التركية. ليش؟ لأنه الأساس المربح الأساسي فيه بيعرف النظام إنه التركي بيعرف إنه هو النظام لا يستطيع محاربة قسد. إذا شو بده منه؟ بده منه إنه يسحب ورقة اللاجئين السوريين والملف السوري من المعارضة التركية كورقة انتخابية ليضمن فوزه، لسبب استعجل بالفوز.
استعجل بإجراء الانتخابات قرب شهرين. يعني هيك الحكي. إذن الهدف الأساسي للتقارب التركي مع النظام هو تكتيكي ينتهي مع الانتخابات التركية، بس يضمن الفوز وتصير الانتخابات بتصوري ستتوقف كل ذلك. عدو تركيا الأساسي هو الانفصال الكردي، وليس لها عدو استراتيجي آخر في سوريا، لا النظام ولا الإيراني ولا الروسي ولا شيء. عدوها فقط هو الانفصال الكردي، لأنه هو الورقة الضاغطة عليها داخليا وخارجيا. التوتر بين تركيا والشعب السوري السائر هو توتر مؤقت، مجرد ما صارت الانتخابات التركية رح ترجع تركيا تغير موقفها من الشعب السوري، رح تسمعوا خطاب آخر. فإذا بدكم تستنوا الانتخابات التركية لحتى ترجع تتحسن العلاقة بين الشعب السوري السائر، لأنه هو المفروض يكون حليفها الأساسي، خاصة الناس اللي عندها. فتركيا لا تستطيع أن تسير مسافة بعيدة في العداء للشعب السوري، هي حطوها ببالكم. تقارب الدول العربية والأسد هو تقارب ثابت وراسخ. الدول العربية هي العدو الثالث لثورة الشعب السوري بعد إيران وروسيا. العدو الأول إيران، العدو الثاني روسيا، العدو الثالث هو الدول العربية، ليست تركيا ولا أمريكا ولا أوروبا. العدو الثالث هي الدول العربية. ليش؟ لأنه بتخاف من شعوبها، بتخاف من الديمقراطية. دعم إسرائيل لهذا المسار التصالحي بين تركيا والعرب من جهة وبين بشار من جهة أخرى هو تكتيكي بانتظار الانتخابات التركية وهزيمة روسيا في أوكرانيا. إسرائيل ليس لها عدو في سوريا سوى هيمنة إيران على سوريا لتهديدها، جعل إيران منصة لتهديدها. غير هيك ما لها عدو، تأخذها روسيا، تأخذها الإسلاميين، بيأخذوها التراك، بتصير ديمقراطية، كل هذا لا يشكل أي تهديد لها. التهديد الوحيد أن تصبح منصة إيرانية، فهي عدو واحد إلى إيران. أمريكا حاليا ما بدها تسقط نظام إيراني بدليل ما دعمت الثورة بإيران وعم تدعم النظام. فإذن إيران مؤجل سقوطها لكي تضعف روسيا وتضعف تركيا وتنتهي الأزمة بتركيا. بعد إضعاف روسيا وحصول الانتخابات التركية ستتغير التحالفات وتنتهي حماية أمريكا لإيران والأسد وقسد. هون تحول بتستنى إسرائيل بالموقف الأمريكي. أمريكا هلأ عم تكتك أنه بدعم قسد وبدعم الأسد وبمنع سقوط الأسد وبحمي النفوذ الإيراني بسوريا إلى حد ما. ليش؟ لأنه البديل أنه هدول يعني هو قوة روسيا بزيادة، فهدول بيعتبروه أنه المشروع الإيراني بسوريا والإيران بتوازن روسيا، مثل ما إسرائيل بتقول أنه جبنا روسيا لسوريا بالطالع الإيراني، أمريكا بتقول لا، وجود إيران بسوريا بضعف الروسي. هون التناقض بين أمريكا وروسيا سينتهي عندما الروسي يضعف في أوكرانيا، ما بتعود بحاجة لإيران أمريكا ولا حتى لقسد. وسوف تزداد الضغوط الأمريكية على النظم العربية، ما بيهمها، لأن النظم العربية عم تهددها بالروحة لروسيا. إذا راحت روسيا أو ضعفت روسيا ما عاد فيها الدول العربية تضغط على أمريكا، فلهالسبب ستزداد الضغوط العربية الأمريكية على النظم العربية من أجل إصلاحات. إذن حسم الموقف بأوكرانيا سيغير كثيرا من هذه التحالفات، والانتخابات التركية ستغير كثيرا. فموعد الانتخابات التركية موعد مهم جدا في انقلاب الخريطة. بداية من الخريف يعني إذا صارت الانتخابات بالصيف، سوف تنخرط أمريكا وإسرائيل. أساس العداء بين أمريكا وإسرائيل اللي هو روسيا، فروسيا وإيران، يعني أمريكا إسرائيل ضد إيران، أمريكا ضد روسيا، هذا بيتحالف مع إيران من شان يضعف روسيا، وهي بتتحالف مع روسيا من شان تضعف إيران. هون صار في عداء تكتيكي. هل أساس بالعداء بيروح، فبتنخرط أمريكا وإسرائيل ومعهم أوروبا
في عملية استعادة الاستقرار في المنطقة. هوني بقى. وهذا يعني إضعاف النظام الإيراني وحلف الممانعة بما فيه الإخوان. يعني التركي بده بيسمحوا له يفوت بالمشروع إذا كانت فازت المعارضة التركية، مع الحرص على منع التمدد التركي. ما بده يسقط نظام لصالح التمدد التركي في المنطقة عبر دعم المعارضة التركية للفوز في الانتخابات. وبعتقد رح يحطوا كل تقلون لحتى تفوز المعارضة. قد ينجحوا وقد يفشلوا، لكن إذا فاز أردوغان لن يكون يعني خسارة استراتيجية لهم، لأنه كمان ممكن ضبطه يعني. إذن منقول لن تتغير خريطة السيطرة الحالية الموجودة بسوريا حاليا. يعني تغيير الخريطة العسكرية كثير ما رح تتغير، وما رح يصير التبادل المناطق ومدري شو كذا. رح تصير يعني إجراءات سياسية وإعلامية لكي تؤدي دور الانتخابي. أكثر من هيك ما في أفق يعني. لكن ستزول إيران من الملعب السوري بعد الانتخابات وبعد الربيع اللي رح يصير فيه حسم للمعركة بأوكرانيا. هيك متوقعين أني سيصبح خروج إيران من الملعب السوري ومعها سلطة الأسد وأخوه نينته، وسينكمش العلويين للساحل مع نفوذ روسي فيه. يعني مين بده يحميهم بالساحل؟ هو نين الروس. فهيدي حصة روسيا اللي هو الساحل السوري. ويستمر النفوذ التركي المحدود في الشمال بالتوازي والتوازن مع المكون الكردي. يعني بيخلوله الكردي وبيتركوله أدلب مثل هلا تماما. فما في تغير بالخريطة المتوازنة حاليا. بينما شو بصير؟ تنطلق عملية تحرير الجنوب دمشق والجنوب والبادية بدعم من التحالف وأمريكا وإسرائيل والأردن، بحجة الكابتيجون، بحجة داعش، بحجة مدري شو. هذه العملية ستبدأ بعد الصيف أو بآخر الصيف. ستبقى تركيا خارج العملية، ما بدون يشاركوا تركيا، لأنه ما بدون ياها يبعثوا الأخوان. لا، سبب تركيا عم تستبق الشغلات وتبعث الأخوان والنصر على الجنوب من شان تعمل مشروع الآخر الموازي للجنوب، المشروع التركي الموازي للجنوب بالجنوب. من سيطلب الفيدرالية في سوريا هم العلويون والكرد وربما الدروز ومناطق سيطرة الأخوان في الشمال وحلب. فالحل حيصير مناطق نفوذ، لكن ما بدهم يقسموا سوريا، فبصير يطرحوا مشروع الفيدرالية. العلويين بيقول لك ما بقى نحن نأمن على حالنا مع السنة، فبدنا نعمل لحالنا أمننا الخاص، وتقريبا مو دولة كاملة، لكن على الأقل الأمن والوصاية الدولية. فبدهم يهني اللي يطلبوا الفيدرالية. الكرد طبعا رح يأيدوا ومؤيدين هني. الدروز ربما يفكروا فيها. مناطق سيطرة الإخوان في الشمال وحلب، وقت بيحسوا أن السلطة رح تروح منهم بيقول لك لا، باخد الشمال وباخد حلب أنا. إذن المشروع الفيدرالي اليوم يعني صار تقريبا منجز. فسوريا في المرحلة الانتقالية ستكون دولة اتحادية هشة كما فرضها الاستعمار الفرنسي بالضبط، مع إضافة مكون خامس قسموها لأربع دول لح يصيروا خمسة، هو المكون الكردي. يعني دولة حلب وإدلب، دولة القامشلي والحسشة، دولة طرطوس واللاذقية، دولة السويداء، ودولة دمشق وحماة مع درعا والبادية. هي الدولة الأساسية اللي هي ممنوع يجوا عليها الإسلاميين. فهيدي الدولة مثل دولة فتح الضفة، وهي دولة إدلب وشو اسمه حلب وإدلب، هي دولة شو حماس. هي بعيدة عن إسرائيل، هي قريبة من إسرائيل. فحماس بتصير بالشمال وفتح بتصير بالجنوب. هذا التقسيم اللي بده يصير، اللي بده يفرضه الواقع على الأرض. لكن استعادة وحدة سوريا ستعتمد على مقدار الحاجة للتشارك الاقتصادي وليس التوافق السياسي.
العامل الأساسي اللي بده يرجع يوحد هذه ويفتح له المعابر ويفتح كذا هو الاقتصاد. فكونه ما ممكن يعني تعيش هذه المكونات اقتصاديا بدون ذاك، فالاقتصاد هو العامل الحاسم وليس التوافق السياسي. قد ما تناقشته بالسياسي ما رح توافق. المصالح الاقتصادية المشتركة هي اللي بترجع توحد سوريا، لكن دون أن تصبح دولة أيديولوجية قومية ذات هوية، دولة بدون هوية. يبدأ مسار التوحيد بعد المرحلة الانتقالية، يبدأ من السويداء. أول مكون بده ينضم هو السويداء لأنه الأكثر حاجة، فالسويداء هي الأقل نزعة للانفصال، ثم الشمال يعني إدلب وحلب كمان رح يكونوا ميالين للعودة للاندماج، وبعد ذلك الكرد وآخر شيء العلويين. لكن مسار الاندماج لابد منه، ما ممكن تقوم الدول بفترة طويلة سوى بالفترة الانتقالية. ومع نجاح المشروع الفيدرالي في إعادة الاستقرار لسوريا، يعني بس ينجح هالمشروع طبعا والعراق بيكون بالتوازي عم يعني عم موجه تقريبا فيدرالي اليوم العراق، سوف تنضم لبنان والأردن أيضا للتعاون والضفة الغربية لمشروعات التعاون الإقليمي. فبصير في تعاون إقليمي بين هذه الفيدراليات أو الدول، ما مهم بتسميها دولة بتسميها فيدرالية. لبنان عمليا هي فيدرالية مع سوريا، والأردن شرحه والضفة الغربية شرحه. فيعني ما في يعني ما فيك تقول عنا دولة ولا فيدرالية ولا شيء، مكونات كلها دول فاشلة ومكونات هالشيء اللي بده يربط بينات التعاون، مشاريع التعاون الأمني والاقتصادي والطرقات وخطوط النفط وخطوط الغاز ومدري شو الآخري. فسوف تنخرط لبنان والأردن والضفة وأجزاء من العراق في مشروعات التعاون الإقليمي، وستنتقل ساعتها بس بلش تستقر هيدي، ستنتقل الفوضى الخلاقة اللي قلنا عنها هيدي، الفوضى الخلاقة لإيران وتركيا. هوني بقى بمقدار استقرار الشرق الأوسط، بمقدار الحاجة إلى إزالة عامل عدم الاستقرار اللي هو إيران. يعني بداية الاستقرار في سوريا سيعني بداية سقوط النظام الإيراني وتفكك إيران، نفس الشيء بنفس الطريقة، ومن ثم تركيا. فاستقرار سوريا والعراق يتطلب تفكك إيران وتفكك المشاريع القومية والدينية العثمانية أو الشيعية أو الإخوانية المقاومة. وبالتالي أنا بتصوري استقرار سوريا سيكون بداية لعدم استقرار إيران، ومن ثم عدم استقرار تركيا بشكل الحالي. هذا الحكي يعني بنحكي على أفق زمني سنوات، لكن السنة القادمة أنا بتصوري هي اللي حكينا عنها، اللي هي تغير أساسي. هذه الحالة بتتغير مع ضعف روسيا وإزالة هدول، فبترجع بتنكفئ التركية وبتدخل أمريكا وإسرائيل لإعادة فرض الاستقرار في سوريا. الدول العربية تطلع بتضعف أكثر، المعارضة الحر ممكن يكون له دور أكبر، المعارضة السوركية بدها المحصورة بالدولة الفيدرالية مثل ما حكينا. فهي التقسيمات اللي الخريطة السياسية القادمة. إيه يتبع